أول ما عليك القيام به لاستخدام سبليت هو التأكد من أن لديك أحدث إصدار من تطبيق سمارت وولت، وإذا لم يكن الأمر كذلك فعليك تحديث التطبيق. لهذا انتقل إلى متجر التطبيقات وأدخل سمارت وولت في شريط البحث وانقر على زر تحديث. يجب الانتباه أيضا إلى أنه يجب تفعيل محفظتك للحصول على المكافآت، ولتفعيلها لابد أن تمتلك كونات سمارت في رصيدك. كون واحد كافية للتفعيل، ولكن من أجل سبليت الناجح نوصي بامتلاك مخزون كاف من كونات سمارت لأنها ضرورية لتنفيذ عقد سبليت. لذلك تأكد جيدا من تحديث تطبيقك وأن لديك كونات سمارت بما فيه الكفاية في رصيدك، ثم افتح محفظتك، انقر على سبليت أو يو سبليت اعتمادا على نوع التوكنات لديك. ستفتح لك نافذة تحتوي على معلومات تفصيلية حول رصيدك وسجل المعاملات. للمشاركة في عملية السبليتنج انقر فوق زر سبليتنج الموجود مباشرة أسفل رصيدك للبدء في هذه العملية. من المهم جدا مراعاته أن سبليتنج يتطلب وجود كونات سمارت في الرصيد لأنها ضرورية لدفع تكاليف تنفيذ عقد سبليت. إذا لم يكن لديك عدد كاف من الكونات سمارت سيطلب منك تعبئة الرصيد على الحال. إذا كنت تمتلك عددا كافيا من الكونات في رصيدك ستفتح لك نافذة تحتوي على معلومات حول حالة سبليتنج الحالية. على الشاشة التي تفتح ستظهر لك المعلومات التالية: My splits عدد توكن سبليت الموجودة في رصيدك، Total supply splits إجمالي عدد توكنات سبليت في البلوكتشين، Daily reward العدد اليومي لتوكنز ألتيما الموزع على حاملي سبليت. بعدها Current block تعرض الكتلة الحالية الموجودة في البلوكتشين، Final block وتعرض الكتلة الأخيرة لفترة الهالفينج الحالية، My estimated reward القيمة التقريبية للمكافأة لجميع سبليت التي تشارك في عملية السبليتنج. يرجى ملاحظة أنه إذا استلمت توكنز على عنوانك قبل أقل من 24 ساعة فلن تتمكن من المطالبة بمكافأة أخرى، لكن لا تقلق بشأن هذا. لمعرفة التوكنز الجاهزة للسبليتنج انتقل إلى قسم سبليت ديتيلز بالنقر فوق ماي سبليتس. سيظهر لك عدد التوكنز الجاهزة لتلقي المكافآت مقابلها وأيها ليست كذلك. بالطبع يمكنك المطالبة بالمكافأة، لكنها ستضاف فقط إلى تلك السبليتس التي مضى عليها أكثر من 24 ساعة. إضافة إلى ذلك بعد المطالبة بالمكافأة سيتم تعيين عمر جميع توكنز سبليت من الصفر. بمجرد التأكد من أن جميع التوكنز جاهزة ارجع إلى قسم سبليتنج من خلال النقر على السهم الموجود في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، وانقر على زر Claim Reward لطلب مكافأة من البلوكتشين. ستفتح لك شاشة تأكيدا. من المهم جدا الانتباه إلى الرسوم في سمارت لأنها يمكن أن تصل إلى 100 سمارت. إذا كان لديك عدد سمارت أقل في رصيدك فقد لا يتم تلبية طلب المكافأة الخاصة بك بواسطة البلوكتشين بسبب نقص الطاقة التي يتطلبها العقد. لذلك نوصي بتعبئة رصيد سمارت الخاص بك باحتياطي أكبر، وهنا لا بد من الدفع أكثر. لذلك تأكد من أن لديك ما يكفي من كونات سمارت في محفظتك، بوضع علامة في المربع الذي يؤكد موافقتك على شروط استخدام المنتج، وانقر على زر كونفيرم. تهانينا، لقد حصلت على مكافأتك بنجاح. تبقى لك فقط أن نقر على زر أوكي وستفتح لك شاشة توكن ألتيما حيث يمكنك رؤية مكافأتك. في نهاية دليل إرشاد هذا نود أن نلفت انتباهك إلى القواعد التي يجب معرفتها عند العمل مع المنتج. أي معاملة صادرة من توكنز ألت سبليت حتى لو كانت 1 في 1000 تعمل على أداة تعيين عمر جميع التوكنز من الصفر. إذا كان وصل لديك توكنز سبليت في محفظتك في أوقات مختلفة فستكون جاهزة لتلقي مكافآتك في أوقات مختلفة. الحد الأدنى لعمر توكن سبليت هو 24 ساعة، لذلك إذا طالت مكافأة وفي الوقت نفسه لديك توكنز غير جاهزة لذلك عمرها أقل من 24 ساعة سيتم إعادة تعيينها مع التوكنز المناسبة للحصول على المكافأة. لا تنسى المشاركة في سبليتنج وطلب المكافأة كل يوم. حظا سعيدا لك. إذا كان لديك أي سؤال واستفسار تواصل مع فريق الدعم لدينا، نسعد دائما بخدمتك ومساعدتك. شكرا لك، مع السلامة.